في مطلع ستينيات القرن الماضي شرع الاتحاد السوفيتي في تشييد هرم جديد للدولة لا سابق له في الارتفاع ولا مثيل له في التكنولوجيات، هرم ينطح السحب ويعانق السماء. أما من حيث الارتفاع فلا يقل عن نصف كيلومتر، وأما من حيث التأثير فيمتد إلى الأفق. إنه برج أستانكن التلفزيوني الذي أصبح تجسيدا فعليا لهرم السلطة السوفيتية وجبروتها. فكرة تشييد البرج نضجت في أواسط خمسينيات القرن الماضي على خلفية تطور وانتشار البث التلفزيوني، وقد أدركت القيادة السوفيتية آنذاك الأهمية القصوى للتلفزة في توعية الجماهير والترويج للأيديولوجيا الشيوعية، إضافة بالطبع إلى الجانب الترفيهي. وفي تلك الحقبة كان التوجه العام للدولة هو إبراز تفوق النظام الاشتراكي على الرأسمالي في كل شيء. أعجوبة برج موسكو الذي يبلغ وزنه أكثر من 55 ألف طن، أي ما يعادل وزن 2000 دبابة ثقيلة، تكمن في الفكرة التقنية التي اقترحها المهندس المعماري البارع نيكولاي نيكيتين في تصميمه وتشييده. المهندس نيكيتين اقترح لأول مرة في التاريخ استخدام الخرسانة المسلحة بدلا من الفولاذ لتشييد بناية شاهقة الارتفاع، فقد لجأ إلى مبدأ صب طبقات من الإسمنت المتجانس الطبقة فوق الأخرى من دون هيكل يمسك بها. يقال إنه رسم تصميم البرج خلال ليلة واحدة مستوحيا الفكرة من زهرة زنبق مقلوبة بتلاتها تمثل الأذرع العشرة التي يرتكز عليها البرج، أما ساقها فتمثل جسم البرج الذي يندفع إلى السماء. قد لا يصدق المرء أن هذا البناء الذي يبلغ ارتفاعه 540 مترا لا يتجاوز عمق أساسه 5 أمتار. متانة هذا البرج لا تعتمد على أساسه بل على توازنه. حبال فولاذية يبلغ عددها 149 حبلا تمتد من أعلى البرج إلى أسفله، هي التي تحافظ على توازنه وتمنعه من السقوط حتى إذا بلغت شدة الريح 50 مترا في الثانية وقوة الزلازل 8 درجات، والأمران تستبعدهما تماما موسكو. في روسيا يؤمنون بأنه لو اختيرت 7 عجائب جديدة في الدنيا لأصبح برج موسكو واحدة منها بامتياز. سلام العبيدي من على ارتفاع نصف كيلومتر عن مستوى سطح الأرض، موسكو، الميادين.